بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تحت كتاب الخراج والفيء والإمارة وفي الباب العاشر، والذي عنون له بقوله: باب في أرزاق العمال. قال: حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب، هذا الباب أيها الإخوة، ساق فيه المصنف هذا الحديث ليبين له به أن من كان عاملا على الصدقات فأخذ أجرة عليها فإن له ذلك، وهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يؤدي عملا يستحق عليه أجرا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خوف من لم يهتم لهذا الأمر ويرعى حق الله فيه بأداء الأمانة التي اؤتمن عليها كاملة من غير نقص، فيقول عليه الصلاة والسلام: من استعملناه فرزقناه رزقا، يعني حدد له أجر معين فهو له هذا الأجر، يستحقه في مقابلة عمله، ولكن لو أخذ زيادة على ذلك فهو من الغلول. وتعلمون حكم الغلول في الشريعة، وأنه محرم، وأنه يورد صاحبه النار، ويوجب له قبل ذلك الفضيحة في موقف الحشر. سيأتي معنا في الأحاديث التالية كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام خوف من يختلس من الصدقات التي يؤتمن عليها، من يختلس شيئاً أو يأخذ زيادة على الصدقات لنفسه، خوفه النبي عليه الصلاة والسلام بالفضيحة في موقف الحشر. والغلول محرم في شريعة الله، وهو يورد النار، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزواته أنه كان معه مولى من مواليه، وقد أبلى بلاء حسنا في قتال الكفار، فوجد مقتولا، والصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الغزوة كانوا يرون حسن بلائه وجهاده وقتاله لأعداء الله، فلما وجد مقتولا هنأه بعضهم بالجنة، قال: هنيئا لك الجنة، بناء على ظاهر العمل،
الذي يرونه منه وأنه قتل في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم درسا بليغا في ذلك الموقف، دليل على أن، وهذا الدرس دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقطع بعاقبة غيره بأنه في الجنة أو في النار إلا من بيّنت نصوص الشريعة أحكامهم. فرعون كفرعون وأبي لهب وأبي جهل، هؤلاء حكمهم واضح أنهم من أهل النار، فمن قال إنهم من أهل النار ومن حلف على ذلك فهو صادق ولا يؤاخذ، لأن نصوص الشريعة دلت على ذلك. لكن من عدا هؤلاء وأمثالهم فإنه لا يجوز أن يزكى أحد ولا أن يحكم له لا بجنة ولا بنار، لأن الواجب علينا أن نحسن الظن، فنرجو للمحسن الخير ونخشى على المسيء العذاب، لكن الحكم النهائي في ذلك هو لله سبحانه وتعالى. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذا الرجل الذي يرى الجميع أنه من أهل الجنة لأنه استشهد مقاتلا في سبيل الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. في النار لماذا؟ قال: في عباءة غلها، كساء وجد في المغنم فأخذه لنفسه فأوجب له دخول النار والعياذ بالله. وهذا درس بليغ لكل من يأتي بعد ذلك يلي عملا من أعمال المسلمين، سواء أكان ذلك في الغزو أو في غيره، حتى في غير الغزو، لأن من يأخذ ما لا حق له فيه وقد ائتمن على العمل فهو غال. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي به كما أخذه، يحمله على رقبته، يفتضح به على رؤوس الأشهاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يطل الكلام ولم يكثر من ترداد العبارات في شأن من أخذ زيادة على ما لا حق له فيه، على حقه، لم يطل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وإنما قال: فهو من الغلول، والغلول معلوم حكمه. وهذا يؤكد كما قلنا أهمية أداء الأمانة في من يلي عملا عاما للمسلمين، حتى لا يأتي يوم القيامة ويتحمل هذه التبعة في وقت، في زمان وفي مكان لا يستطيع فيه الإنكار ولا يستطيع فيه الاستغفار والتوبة. في يوم القيامة ليس هنالك وقت للاستغفار ولا وقت للتوبة، وإنما هو وقت للحساب والجزاء. وكفى بقوله عليه الصلاة والسلام: فهو من الغلول، أو فهو غال، لأن هذا مما أوتيه رسولنا عليه الصلاة والسلام من البيان، أوتي جوامع الكلم، العبارات اليسيرة التي تحوي المعاني الكبيرة. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أخبرنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله. قال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني. نعم، العمالة هنا المقصود بها الأجرة التي يأخذها
أو الرزق الذي يأخذه من يولى على أمثال هذه الأعمال، يأخذه مقابل عمله. هذا الرزق الذي يأخذه أو الأجرة أمر مشروع إذا كان قد أخذه بحقه، أدى العمل الذي اؤتمن عليه ولم يزد على حقه، هذا الأمر مشروع. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ولاه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على الصدقات، فذهب فجمعها وجاء بها إلى أمير المؤمنين. فلما جاء بها إلى أمير المؤمنين أمر له بعمالة، يعني بأجرة مقابل عمله، فقال: إنما عملت هذا ابتغاء وجه الله، أنا ما قصدت أن أعمل في هذا المجال لآخذ شيئاً، وإنما أردت وجه الله سبحانه وتعالى. فأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما جاءك من غير أن تطلب فخذه، فقد عملت مثل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عمر ولي على جمع الصدقات، يقول: فأمر لي النبي عليه الصلاة والسلام بعمالة، أمر له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ مقابل عمله، حدد له شيئا معينا، وهذا دليل على مشروعية هذا الأمر، أن يختار الأمين ليتولى جمع هذه الصدقات وأن يكون له مقابل لذلك العمل. إذا كان الإنسان قد أخذ ذلك في مقابلة عمله فلا حرج عليه، والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمر لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بمثل ذلك. هذا الصحابي الذي أرسله عمر تخوف من أن ينقص أجره أو أن يتحمل شيئاً يحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى، فقال: إنما عملت ذلك لوجه الله. قال له أمير المؤمنين: ما جاءك من شيء مقابل عملك فخذه، فقد عملت أنا لرسول الله، فأمر لي بعمالة. هذا دليل على مشروعية اختيار من يصلح لمثل ذلك، وعلى مشروعية أن يعطى له مقابلا لعمله. لكن المحذور هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبل هذا، أن من زاد على ذلك فهو غلول، يعني إذا قرر له 10 فزاد عليها 1 أو أكثر فهو من الغلول، والغلول حرام. نعم. قال: حدثنا موسى بن مروان الرقي قال: أخبرنا المعافى قال: أخبرنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادما فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. نعم. وهذا الحديث ربما ينصرف إلى العمالة الكبيرة الدائمة، إذا ولي الإنسان على مثل هذه الأعمال فإن له أن يأخذ كفايته، وهذا كله كما يقول العلماء داخل في باب النفقة، والنفقة لها حد. ما هو حد النفقة؟ الكفاية. من لم يكن له زوجة فليتزوج، يعني من هذه الصدقات التي يكتسبها له حق أن يأخذ منها ما يتزوج به. فإن كان له زوج فإن ولم يكن له خادم فإن له الحق في أن يكون له خادم، إذا لم يكن له مسكن فإن له الحق
أن يكون له مسكن. أما الذي يرسل في أعمال يسيرة أو في عمالة مؤقتة هذا لا يحتاج إلى مثل ذلك، لكن من كان تكليفه بذلك لأمد طويل أو مستمر فإنه يستحق أن يأخذ كل هذه الأشياء. من لم يكن له زوجة فليتزوج من هذه الأموال التي يأتي بها، من لم يكن له مسكن فليأخذ يأكل له مسكن، من لم يكن له خادم فليكن له خادم من هذه الأعمال، لا حرج عليه. لكن الحرج في ماذا؟ الحرج فيما إذا زاد على ذلك، إذا زاد على ذلك فهو غال. كلمة أو سارق هذه يقول العلماء إنها شك من الراوي، شك من الراوي، لأن السرقة لها شروط. هذه السرقة أن تكون أخذا للمال من حرزه من خفية، لكن هذه الأموال بيده هو، بيده هو، فهو إن أخذها فهو غال، فهو غال. والغلول أشد شأنا من السرقة والعياذ بالله. الغلول ليس له حد في الدنيا، أما السرقة فقد شرعت لها في ديننا هذه العقوبة التي هي حد، والحدود هذه مطهرات لمن وقع فيها، الحدود هذه تطهره بإذن الله. لكن الغلول هذا جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، وعادة ما يكون هذا الغلول بأساليب ملتوية لا تظهر للناس، لا تظهر للناس. فلذلك هذا الحديث مع الحديث الأول تنفير من الأخذ بغير حق. ونلحظ أيها الإخوة من هذه الأحاديث وأمثالها أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تربية التقوى في نفوس أصحابه وفي نفوس المؤمنين. ما الذي يحجز الإنسان عن مقارفة الذنوب، خاصة إذا كان متمكنا من اقترافها؟ الإنسان الذي يتهيأ له والعياذ بالله أن يزني من غير أن يراه أحد، يكون متمكنا من أن يزني ولكنه يترك الزنا لأنه قد استقر في قلبه تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على إيمانه. ويدلنا هذا على أهمية تربية المسلمين على هذا المعنى، معنى التقوى. من يتق الله يجعل له مخرجا. وفيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن الحديث عن القصة التي كانت في بني إسرائيل، الرجل الثلاثة النفر الذين أووا إلى غار فنزلت أمطار شديدة فتدحرجت صغرة كبيرة على فم الغار فانسد الغار ولم يتمكنوا من الخروج، وليس عندهم أحد ينقذهم، فما وجدوا منفذا ولا مخرجا إلا أن يتذكر كل منهم عملا صالحا عمله يسأل الله سبحانه وتعالى ويتوسل به إليه لعل الله أن يفرج عنهم. فذكر كل منهم عملا صالحا وكان يتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح، فكانت الصخرة تتزحزح قليلا حتى انفرجت عنهم. من هؤلاء النفر الثلاثة رجل قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا وأسألها أن تمكنني من نفسها، وكانت تتأبى علي، فجاءتني ذات مرة وهي محتاجة حاجة شديدة افتقرت وسألتني، فقلت لها أعطيك على أن تمكنينني من نفسك،
فأعطاها المال ومكنته من نفسها، فلما جلس بين رجليها وهم أن يفعل ما أراد قالت له اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال اللهم إن كنت تعلم، فقام عنها، يقول فقمت عنها وتركت لها المال الذي أعطيتها، يقول اللهم إن كنت تعلم أنني إنما تركت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، فتزحزحت الصخرة عنهم قليلا. هذا أيها الإخوة التقوى التي تستقر في النفس، والرقابة أو ما يسمى بمفهوم العصر الرقابة الذاتية هي التي نحتاج إليها. النبي عليه الصلاة والسلام هنا رد الناس إلى أحكام الله سبحانه وتعالى وخوفهم بمخالفتها، وهذا يكفي أن الإنسان المسلم إذا سمع ذلك أنه يرتدع، لا يحتاج إلى رقابة ولا يحتاج إلى حراسة ولا يحتاج إلى من يذكره وهو في عمله بمثل هذا، وإن كان التذكير من الأمور المطلوبة، وإن كان أيضا اتخاذ الوسائل التي تعين على الحراسة والضبط أيضا من الأمور المطلوبة، ولكن الأهم من ذلك كله هو وجود هذه الرقابة الداخلية في نفس الإنسان، وهي التقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. والتقوى هذه لا بد أن يحرص الإنسان المسلم عليها، ولا بد أن يجتهد المسلمون في التناصح فيما بينهم فيها في شأنها، وأن يذكروا بها وأن لا يملوا من سماعها، وأن لا يغضب أحد إذا ذكر بتقوى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتقوى، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر أفضل خلقه وأحبهم إليه وأقربهم إليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أمره بالتقوى، يا أيها النبي اتق الله. وربما نلحظ من بعض الناس هدانا الله وإياهم أنه إذا ذكر بالتقوى غضب وثار، كيف تغضب وكيف تثور لأنك قد ذكرت بالتقوى وقد ذكر بها خير خلق الله المعصوم محمد بن عبد الله، ذكر بها من ربه تبارك وتعالى. فيجب أن نحرص على تنمية هذا الجانب أيها الإخوة، لأنه هو الذي يزع النفوس عن الوقوع في مخالفة أحكام الشرع. النبي عليه السلام قال فهو غلول، فهو من الغلول، هذا يكفي لأصحاب القلوب الحية التي تربت على الإيمان أنها ترتدع عن مقارفة مثل هذه الأمور، حتى لو لم يتمكن أحد من الخلق من اكتشافهم ومن معرفة ما فعلوا، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع الرقيب على ذلك. باب في هدايا العمال. قال حدثنا ابن السرح وابن أبي خلف، وهذا لفظه، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية. قال ابن السرح ابن الأتبية على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة تعير ثم تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. نعم،
هذا تأكيد لما تقدم أيها الإخوة، وحديث ابن اللتبية هذا حديث مشهور عند العلماء، وهو يأتي في ما يسمى بهدايا العمال. هدايا العمال، العمال هؤلاء الذين يستعملون على أداء بعض الأعمال والمهام في الدولة الإسلامية، سواء أكان ذلك لفترة محددة أو لفترة طويلة. هؤلاء عمال، فمن أخذ زيادة على عمله فحكمه أنه غلول كما تقدم في الحديث السابق. لكن الشيطان قد يلبس على بعض الناس، ما يأتي فيقول هذا غلول، ولا يأتي ويقول هذا سرقة، لا، يأتيه بأن يوقعه في المخالفة بأسلوب يأمن من جانبه فيه. هدية، هذا ليس غلولا وليس أخذا بغير حق، هذه هدية، والهدية حكمها في الإسلام معروف، تهادوا تحابوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، فهي في الظاهر عمل مشروع لا شيء فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه حيلة مكشوفة يتلاعب بها الشيطان على بعض هؤلاء العمال. هذا ابن اللتبية استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقات، فجاء بها ووضعها جانبا عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا لكم، يعني هذا العمل الذي كلفت به وهذا أهدي إلي، يعني هذا ليس لكم، هذه هدية جاءتني. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه ومما أوجبه الله عليه أن يبين للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بيان، يعني بيان أحكام الشرع، بيان ما يجب على الإنسان المسلم حتى لا يقع في المخالفة. هذا البيان ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخره إذا جاءت الحاجة إليه. الحاجة قائمة هنا، الحاجة قائمة أن هذا الرجل الآن جاء بما كلف به وجاء بأموال أخرى يريد أن يستبد بها أن يأخذها، فالحاجة قائمة الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في أصحابه، هذا أسلوب من أساليب التوضيح والبيان والتعليم، فقال ما بال الرجل منكم نكلفه بعمل فيأتي فيقول هذا المال الذي يأتي به، يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعاد على مسامع الناس ما ذكره الرجل. الرجل قال هذا لكم، هذا المال الذي كلفت به وهذا أهدي إلي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أثار تساؤلا هنا يبين به للناس جميعا، كل واحد يفهم هذا التساؤل، قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى له. يعني هذا الرجل ما الذي جعل الناس أصحاب الأموال الذين دفعوا هذه الصدقات، ما الذي جعلهم يهدون له؟ السبب ما هو؟ السبب أنه كلف بجمع هذه الأموال، فرأوا فيه أنه هو الذي وجب عليه أن يحصل هذه الأموال، فلذلك أعطوا هذه الأموال. لماذا أعطيت هذه الأموال له؟ لأنهم يعرفونه سابقا؟ لأن بينهم وبينه علاقة؟ لا، لكنهم أعطوه الأموال ربما ليخفف عنهم، ربما ليتجاوز عن بعض الأشياء، وهذا مدخل من مداخل الفساد والعياذ بالله، ومن باب الإخلال بالأمانة. مفترض في الإنسان في مثل هذه الأحوال ألا يقبل مساومة، لا يجور على أصحاب الأموال
ولا يضيع حق الله الذي اؤتمن عليه. من أين له هذا؟ لو لم يكن ابن اللتبية هذا عاملاً للنبي عليه الصلاة والسلام وكان في بيت أبيه أو بيت أمه أو في محله هو، من كان يهدي له ولا يأخذ شيئاً من هذه الأموال، لا نقيراً ولا قطميراً، لماذا يهدى له؟ أهدي له بسبب أنه عامل على الصدقات. فقال هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أو لا يهدى له؟ لا يهدى له شيء، لأنه إنما أهدي له بسبب أنه عامل على الصدقات. وهذا دليل على أن هدايا العمال هذه لا تجوز، ولذلك يقول العلماء هدايا العمال غلول غلول. العمال ليسوا فقط هم من يرسلون لبعض المهام، هؤلاء عمال، لكن حتى من يولون في إدارات أو في مصالح حكومية أو غيرها، هؤلاء أيضا لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من الناس حتى ولو قيل عنه إنه هدية أو قيل عنه إنه ضيافة أو قيل عنه إنه تكريم، هذا كله من الغلول بأي حق يستحقه. لو لم يكن هذا الإنسان في هذا المكان في هذا المنصب لما أعطي شيئا. فلذلك لا بد أن يتنبه الإنسان لنفسه ولما يأخذه من هذه الأموال، إذا أخذ شيئا على هذا النحو حتى ولو سمي بغير اسمه فهو لا يغير من الحكم الشرعي، وهو أنه غلول. تسمية الأشياء بغير أسمائها لا تغير من أحكامها الشرعية، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليشربن أناس من أمتي، النبي عليه السلام يؤكد هذا في آخر الزمان، الخمر. الخمر تعلمون حكمها محرمة في دين الله، محرمة تحريما بليغا، ليست كما يقول بعض هؤلاء المتفيهقين المرجفين الذين يقولون إنه لم يرد تحريم الخمر في كتاب الله، ورد تحريم الخمر فيها تحريما بليغا لم يأتي بهذه الصيغة في غيرها. الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قرنت بالتحريم، لكنه قال في الخمر ماذا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب يعني التباعد من كل الوجوه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال لعن الله في الخمر عشرة، كل من له صلة سبب أو نسب بالخمر فهو ملعون والعياذ بالله، عاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وآكل كل هؤلاء ملعونون. ما ورد هذا في بقية المحرمات. فالخمر محرمة تحريما قطعيا في ديننا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حد شارب الخمر، وأجمع الصحابة بعده والمسلمون على أن شارب الخمر يحد، يعني عقوبة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يغيرون الاسم، يعني كما يقال في زمننا هذا مشروبات روحية. هل تسمية الخمر بهذا الاسم مشروبات روحية يغير من حكمها؟ ما يغير من حكمها. كذلك هذه هدايا العمال، لو قيل عنها ما يأخذه العمال المؤتمنون في الإسلام على أعمال معينة خاصة كثيرة أو قليلة، ما يأخذونه حتى ولو سمي بهذا الاسم لو غير، ما قيل عنه إنه هذا غلول ولا قيل عنه إن هذا زيادة، قيل عنه إنه هدية أو تكريم أو نحو ذلك، هذا لا يغير من حكمه شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد على ذلك فهو غلول، فهذا زيادة، ولذلك ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام إنه غلول حتى ولو سمي
بغير اسمه. باب في غلول الصدقة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا، ثم قال: انطلق أبا مسعود، ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير، وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: إذا لا أنطلق. قال: إذا لا أكرهك. نعم، هذا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، دليل على ما كان عليه الصحابة من الإيمان والخوف من الله تبارك وتعالى، والخشية من حبوط أعمالهم أو من اكتسابهم الذنوب التي يؤاخذون عليها عند الله سبحانه وتعالى. هذا أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، بعثه ساعيا، والساعي هو العامل الذي يذهب لقبض الصدقات، سواء كانت هذه من الزروع والثمار أو من المواشي ونحوها. فأرسله النبي عليه الصلاة، كلفه النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أوصاه، قال: لا ألفينك أبا مسعود تأتي يوم القيامة وعلى ظهرك بعير له رغاء تحمله من قد غللته من إبل الصدقة. أبو مسعود تخوف على نفسه، إذا كان الإنسان معرضا في مثل هذه المواقف لأن يأخذ شيئا أو تضعف نفسه فتمتد يده إلى ما ليس له فيه حق، قال: إذا لا أذهب. إذا كان الأمر كذلك، إنسان يخاف على نفسه فيه، قال: لا أذهب. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لا أكلفك، لا أكرهك، إذا كنت لا تريد أن تقبل بهذا فلا تكره عليه. لكن هذا يدلنا على أن من زاد على ما أخذه مما وجب فيه الحق الشرعي أن هذا من الغلول. والنصيحة واجبة بين المسلمين لكل أحد، ومن أحق بإقامة هذا الواجب من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد. الرسول عليه السلام ينصح هذا الصحابي الجليل ويتلطف معه، يقول: لا ألفينك تأتي يوم القيامة وعلى ظهرك بعير تحمله قد غللته من إبل الصدقة. هذا دليل أيضا على أن هذه الأشياء التي تؤخذ وتغل من الصدقات من الأموال العامة أنها قد تخفى على الناس في الدنيا، لا تكتشف، لكنها في يوم القيامة لا تخفى. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على ظهره، فكيف إذا كان أكثر من بعير يحمل هذه كلها ويأتي بها في موقف الحشر في يوم القيامة، يفتضح على رؤوس الأشهاد يحملها. فهذا تخويف. ولذلك لما حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لا أذهب. قال: إذا لا أكرهك، لا تكره على هذا العمل. إما أن تذهب وأنت قد عقدت العزم على القيام بهذه الأمانة وأدائها على وجهها، أو لا تكره على ذلك، سنجد لعملنا هذا شخصا آخر يقوم به على النحو المشروع. نعم. باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم. قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: أخبرنا يحيى بن حمزة قال: حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه قال: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. فقلت: حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس.
نعم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة فيما يجب على الإمام تجاه الرعية. الإمام هذا واحد من الأمة، ولكنه أكثرهم مسؤولية، الله سبحانه وتعالى كلفه بهذا، فيجب أن يرعى هذه المسؤولية. هذا أبو مريم الأزدي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل قد دخل على صحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان عندما كان معاوية هو ولي أمر المسلمين، فدخل عليه أبو مريم، وكان معاوية يحبه ويجله، يجل هذا الصحابي أبا مريم الأزدي، فلما رآه معاوية هش له، يعني استبشر به وفرح بدخوله وقال: ما أنعمنا بك. هذه كلمة كما يقول الراوي تقولها العرب، يعني تعبير عن الفرح والسرور بدخوله عليه. لكن هذا الصحابي ما جاء لمعاوية وهو ولي الأمر وعنده الأموال وعنده يعني كل ما يطلبه أهل الدنيا، ما جاء إليه يسأله شيئا من أمر الدنيا. فقال أبو مريم: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثك به، أنا ما جئت إلا لأحدثك بهذا الحديث. وهذا من أداء الأمانة، من كتم علما نافعا ألجم بلجام من نار يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. فقال: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثك به. هذا دليل على أمانة الصحابة وحرصهم على تبليغ العلم الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على مناصحة ولاة الأمر، وحرصهم على مصالح المسلمين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ قال: من ولي من أمر أمتي شيئا فاحتجب دون خلتهم وفقرهم وحاجتهم احتجب الله عنه دون خلته وفقره وحاجته. يعني الجزاء من جنس العمل، احتجابه هذا وعدم مقابلته للرعية وعدم سماعه لحاجاتهم، هذا عقابه عند الله سبحانه وتعالى أنه يجازيه بمثل ذلك، فيحتجب الله عنه. وهذه من أعظم العقوبات والعياذ بالله. احتجاب هذا قد يكون في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه ولا يعينه، وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى يتيح للمؤمنين رؤية ربهم سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم النعم، من أعظم النعم التي يعطاها المؤمنون في يوم القيامة رؤية الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كما ترون القمر ليلة البدر. القمر ليلة البدر عند اكتماله، يقول: هل تضامون في رؤيته؟ ترونه كاملا واضحا؟ قال: سترون ربكم في يوم القيامة. لكن الكفار والعياذ بالله في يوم القيامة يحرمون من هذا الأمر. هذه نعمة يعطاها المؤمنون، والكفار يحرمون منها، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون. فهذا يحتجب الله عنه من فعل ذلك. معاوية لما سمع الحديث وهو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ ماذا قال؟ لم يملك إلا أن يسارع إلى تحقيق ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه في مكانه وفي ولايته عنده أمور كثيرة جدا قد لا يتسع وقته
للاستماع إلى حاجات الناس وقضاء مصالحهم، ماذا عمل؟ ولا رجلا، يعني جاء بإنسان فولاه النظر في حوائج الناس تحقيقا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يكون ممن يحتجب عن حوائج الناس فيحتجب الله عنه. وهذا من أدل الأدلة على القبول بالحق، القبول بالحق، أن الإنسان إذا سمع الحق قبل به. أما الذي يتأبى، أما الذي يتعالى، أما الذي يتكبر، هذا والعياذ بالله على غير المنهج الرشيد الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما كبرت مسؤوليات ولي الأمر كان ذلك أدعى إلى عدم تمكنه من مقابلة الناس، لكن أن يوجد عنده من يقوم بمثل هذا الأمر، ممن يأتمنه وممن يراقبه هو ويتابعه، هذا أمر مطلوب. لا أقل من ذلك أن يكون للإمام ولي أمر المسلمين من يقوم بهذا الأمر، يبلغه بحاجات الناس ويحل يحل مشكلاتهم ويؤدي لهم حقوقهم. هذا من أهم الأمور التي يجب أن تكون لدى ولي الأمر. لماذا جاء بهذا الحديث الآن في مسألة الصدقات ومسألة الفيء ومسألة قسمة الغنائم؟ لأن الناس هؤلاء قد يطلبون حقوقهم، لهم حقوق، لهم حقوق في بيت المال، وبعض الناس له حقوق خاصة، مريض، جاهل، مظلوم، هؤلاء لابد من القيام بحقوقهم. فلذلك هذه الأمور ارتبطت بولي أمر المسلمين، فإن لم يستطع أن يؤديها وأن يقوم بها بنفسه فلا أقل من أن يخصص في ولايته وفي دولته من يقوم بذلك ممن يصلح له. وهذا ما فعله معاوية رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع مكانته وما آتاه الله سبحانه وتعالى يبين أنه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، مع كل ما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام من العلم ومن تنزل الوحي عليه ومن إيجاب طاعته على المؤمنين، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند حده، ما يعطي شيئا ولا يمنع أحدا من شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، وهو المانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء أيضا في حديث آخر: إنما أنا قاسم، والله سبحانه وتعالى هو المعطي. هذا الله سبحانه وتعالى أمر به قسمة الفيء، قسمة الصدقات، وضعها في محلها، هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، إلى حكم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام منفذ لحكم الله في ذلك. قال: حدثنا النفيلي قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. نعم، هذا أيضا تأكيد لفهم الصحابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين يقول: ما أنا بأحق منكم بشيء،
في هذا، وأنا وإياكم سواء، يعني في الاستحقاق في هذا الفيء، في هذه الأموال التي ترد إلى بيت مال المسلمين، الجميع لهم حق فيها، لكن هذا لا ينبغي أن يفهم منه أنها تقسم بالتساوي أو أنها تعطى لهم في وقت واحد، الناس على مراتب. من أين أخذ هذا الترتيب؟ من أين جيء به؟ هذا من كتاب الله تبارك وتعالى ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: الرجل وقدمه، يعني سابقته في الإسلام، أبو بكر، عمر، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الصحابة وغيرهم، هؤلاء من السابقين كما سماهم الله سبحانه وتعالى. هذا اللقب الذي يدل على التشريف والتكريم وعلو المنزلة. ثم يأتي بعدهم بعد ذلك الأنصار، وهكذا، ثم يأتي بعد ذلك من لحق بهم في سائر الأعصار. هؤلاء كلهم مراتب. ثم بعد ذلك فيه أصحاب الحاجات، إنسان مريض، إنسان عنده عيال، ويأتي بعد ذلك أقلهم حاجة، يعني يقدم أصحاب الحاجات. أولا أصحاب المراتب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، كان يقسم عمر رضي الله تعالى عنه على ما جاء في كتاب الله. في كتاب الله الكريم يقول ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه مراتب، فلا ينبغي أن يعطى التابعون أو يعطى الأنصار قبل المهاجرين، لأن مرتبة المهاجرين مرتبة عالية جدا في دين الله سبحانه وتعالى، وهكذا. لكن من غير أن يظلم أحد، من غير أن يظلم أحد، ينبغي أن يبدأ بالترتيب بمثل ذلك. ثم من كان له في الإسلام مكانة، يعني كما كان أبو بكر وعمر يقدمون أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام في العطاء. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقدم الحسن والحسين على أبنائه وعلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وعبد الله أكبر سنا من الحسن والحسين، ولكن عمر أمير المؤمنين كان يعطي الحسن والحسين قبل أن يعطي عبد الله ابن عمر وهو ابنه. عبد الله كأنه ربما وقع في نفسه شيء، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن أباهما كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأمور ترعى، ترعى، وهذه مسؤولية ولي الأمر، هذه مسؤولية ولي الأمر، أو واحدة من مسؤولياته أنه يضع هذه الأمور في نصابها، وأن يقيم العدل بين الناس، وأن يعطي كل ذي حق حقه. ما يأتي لإنسان شاب ليس له زوج ولا أولاد فيعطيه مثل ما يعطي صاحب العيال، ولا يعطي صاحب الغناء، إنسان له بلاء في الإسلام، قائد كبير، خبير بشؤون الحرب، له أثر كبير جدا في دولة الإسلام، ويأتي بإنسان من عامة المسلمين فيقدمه عليه أو يسويه به، كل واحد على مرتبته. لكن الجميع يشتركون فيما قاله أمير المؤمنين: ما أنا بأحق منكم، كل منكم أنا وإياكم سواء، يعني في الاستحقاق في هذا الفيء. لكن هنالك مراتب في التقديم، في زيادة العطاء، هذه كلها أمور ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل أيضا الراشد يقضي بها، العقول السليمة تقضي بأن مثل هذا الترتيب أمر مسلم به. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد
وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، لكن المراتب مختلفة. والله سبحانه وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كل هذه ترعى، لكن من غير أن يجارى على حقوق الضعفاء وعلى حقوق غيرهم ممن لم يبلغوا إلى مثل هذه المراتب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي راية الحق والدين، إنه على كل شيء قدير.